بقى نروح مع روزان. معاك يا كريم، حيث جريدة الشروق موجودة فيها مراسلتنا العزيزة روزان نصر اللي هنتابع معها أهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع المحلية وأيضا العالمية. روزان صباح الفل عليكي، وهلي علينا بقى وطولي بمانشيتاتك، بس اعملي لنا ستريس إلى حد ما على العنوان اللي بيتكلم عن إن نجم ليفربول محمد صلاح بيقترب من برشلونة، وفي حاجة تانية منتخب المنتخب طبعا أخبار طبعا. المنتخب تهمنا كلنا، فبرضو عايزين نركز معاكي يا روزان على أخبار المنتخب. اتفضلي. صباح الخير يا نهاوند، وصباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. في البدايه بس انا حابه اقول يعني ان انا مبسوطه جدا ان فصل الصيف خلاص يعني دخل علينا، وانا جايه النهارده في الطريق كان الجو جميل جدا. ممكن نهاوند تتضايق مني في الكلام ده، ده فرن بلدي مفتوح علينا يا ست، انا من محبين الصيف جدا صراحه. مش هنختلف يا روزان، انا من محبين فصل الصيف خالص يعني بصراحه. جميل، عندك كام شهر جايين هتهيصي فيهم ان شاء الله. اول خبر معانا اتفضل. اه بالظبط، لا ده شهر عيد ميلادي كمان. كل سنه وانت طيبه مقدمه. طيب يا كريم، طيب نروح لاول خبر معانا من جريده الشروق. اكتمال صفوف المنتخب بعد وصول المحترفين قبل السفر لكينيا. يخوض المنتخب الوطني في 6 مساء اليوم المران الثاني قبل السفر غدا الى العاصمه الكينيه لمواجهه منتخب كينيا الخميس المقبل في الجوله 5 للمجموعه 7 في تصفيات كاس الامم الافريقيه. ويتصدر المنتخب قمه المجموعه برصيد 8 نقاط مع منتخب جزر القمر، وحقق المنتخب فوزين ذهابا وايابا على منتخب توجو والتعادل مع كينيا وجزر القمر. كمان هيتواجد كل اللاعبين في المران النهاردة، خاصة المحترفين اللي وصلوا من معسكر امبارح، وهم الثلاثي محمد صلاح، محمد النني، ومحمود تريزيجيه. من الدستور فصول الأزمة تتواصل، والمريخ يؤكد في بيان رسمي سيمبا خدع المراقب وكاف. في فصل جديد من فصول الأزمة التي بدأت مؤخرا بين كل من المريخ السوداني وسيمبا التنزاني، كشفت إدارة المريخ عن دلائل جديدة في تلاعب النادي التنزاني في اختبارات كورونا للاعبي المريخ قبل المباراة التي جمعت الفريقين ضمن دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا. وقال المريخ في بيان نشره عبر صفحته على الفيسبوك قبل انطلاق اللقاء: تسلم النادي 33 نتيجة فحص سلبية، بينما لم يتسلم أي نتائج تثبت إيجابية فحوصات اللاعبين 8. من جريدة الجمهورية، نجم ليفربول يقترب من برشلونة. كشفت تقارير صحفية بريطانية أن نجم ليفربول الإنجليزي جورجينيو فينالدوم اقترب بشدة من الانتقال إلى برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأكدت الصحيفة أن برشلونة بدأ الاتفاق بالفعل مع اللاعب من أجل الانضمام إليه مجانا خلال الصيف. ونظرا للأزمة المالية التي يمر بها برشلونة، فإن النادي يقلل نفقاته خلال الصيف حيث يبحث على لاعبين تنتهي عقودهم قريبا، وينتهي عقد اللاعب مع نهاية الموسم الجاري، وبذلك يمكنه الرحيل إلى أي نادي بدون أي مقابل. وأخيرا من روسيا اليوم، ميسي يحطم رقما قياسيا جديدا. فرض قائد برشلونة ليونيل ميسي سطوته على مباراة فريقه التاريخية أمام ريال سوسيداد، وانتهت لمصلحة البارسا 6-1 محققا رقما قياسيا جديدا. والمباراة كانت تاريخية لبرشلونة في الأسبوع 28 من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم، والذي حطم فيه ميسي رقم قياسي جديد بعد أن صار أكثر لاعب خوضا للمباريات في تاريخ النادي بواقع 768 مباراة. دي كانت أبرز وأهم الأخبار هنا من موقع جريدة الشروق. شكرا لكم وعودة تانية لكم. احنا اللي بنشكرك جزيل الشكر يا روزان على مجهوداتك. صباح الفل عليك.